صباح الخير. قبل تقريبا 3 4 ايام استفقنا على قصة وجريمة بشعة جدا لا تشبه مجتمعنا ابدا للاسف ببعدها عن الانسانية. زوج يحرق عائلته باكملها داخل السيارة بالخوض بالاسباب، السبب انه هناك كان اصلا خلافات بين الرجل وزوجته وكان يضربها وكانت معرضة للتعنيف، اشتكت للجهات المعنية ونتيجة الشكوى للأسف كانت أنها فقدت حياتها، حياة زوجها وأيضا حياة اثنين من أبنائها. هذا بالأردن. إذا نطلع بشكل عالمي أكثر، ثلث النساء يتعرضن للعنف، وبنحكي دائما أنه المرأة يكون عندها الوعي وتشتكي للجهات المعنية، لكن من سيضمن حق المرأة في الحياة بعد الشكوى؟ هل هناك حماية؟ هذا موضوعنا مع الست خلود إخريس رئيسة جمعية نساء ضد العنف. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير ست خلود، أهلا وسهلا فيكي. هاي الجريمة البشعة اللي نحن عم نحكي عنها أغلبنا يعني قرينا عنها، بس بحب أسمعها منك للناس مثلا اللي ما كانوا متابعين وما كانوا عارفين كل التفاصيل، أسمعها من حضرتك لأنك كنت على اطلاع يعني عليها. القصة هي كما يعني طبعا إحنا ما قرأناها حسب وسائل الإعلام، أنه الست عندها 4 أطفال وهي حامل بالشهر السابع الآن. تعرض للعنف الظاهر أنه تراكمي صار عندها الوضع، يعني هاي الإشي يمكن هي اختيارها الخطأ لزوجها أدى لهذا العنف، يمكن تحملت أول مرة وتاني مرة، في الأخير بتعرف الإنسان طاقة لدرجة معينة بتحملها، لجأت لرقم 911 اللي هو خط الساخن حماية الأسرة واشتكت على زوجها لأنها ما عاد فيها تتحمل. للأسف أنه يعني إحنا مع حماية الأسرة، إنها حماية الأسرة بتأخذ إجراء اولا انها بتعمل على ايقاف هذا الشخص، طبعا بتدعيه بطريق اسلوب حضاري، بتحكي معه انه مر عندنا اشرب فنجان قهوه وبيجي عندهم وبيحكوا معه في الموضوع، لكن بحاولوا انهم يبعدوه بهاي اللحظه لانه بتعرف ممكن يتصرف بطريقه غير لائقه يصير ينتقم. بالضبط. للاسف انه بنفس اليوم تدخل بعض الناس وعاملوا على تكفيل هذا الشخص. يعني لسه المشكله زي في يعني في في في, في اولها، يعني لسه حامي الموضوع. فاخذوه وحاولوا أن يصلحوه وزوجته ويحكي معها، واعتبروا أن الموضوع منتهي ورجعوا الزوج وزوجته للمنزل مع الأطفال، وهدولك الجماعة اللي تدخلوا ورجعوا لها. للأسف ثاني يوم أخذ زوجته وأبنائه وراح على منطقة شرق عمان خالية من المباني وخالية من كل شيء، وأجرم النار في المركبة، مات هو وأطفاله كلهم. اللي هز بدني يعني، واي انسان قرا القصه ان الام لاحظت تبقى ام باخر لحظه حاولت تنقذ ان تنقذ شو ممكن انقاذه. انها حاولت ترمي 2 اطفال من الشباك. ولما اجوا لي يعني هاي هزتني، يعني سترندا بدها تبكي يعني حرام. بالفعل يعني هون الامومه، يعني هون بنحكي للناس يعني شو معنى الامومه. يعني لاحظي وهي بتحترق وهي بتفكر في ابنائها. فحاولت انها تلقي في ابنائها من النافذه، والناس تانيين حرقوا، حتى الطفل الصغير بقول لك شعلة الانصهار ما قدروا يعرفوا شو هو الا من البامبرز تاعه. حفاظته الموجوده. فيعني احنا لو تداركنا الموضوع من اول، ويمكن او كان في تدخل من اول، او من اول ما تعرضت للعنف لجأت للناس المتخصصين بالموضوع. يعني كان لجأوا حتى لو ما كانت تستمر الحياه طبعا. انا مع انه طلاق ناجح افضل من زواج فاشل. بس احنا قبل ما نحكي عن الطلاق، يعني انا يعني ليه حبينا احنا نفتح هذا الموضوع؟ بكينا الستر حجت يعني كثير انا حزنت عليها. يعني لما الواحد يقرا هيك خبر رندا وست خلود، احنا بنحكي للستات روحوا اشكوا، روحوا الجأوا للناس اللي هذا النوع من التعنيف وهذا النوع من الذل، لكن لما سيدات معرضات للعنف، واحنا بنعرف يمكن هلا في ناس بيشاهدونا وسيدات بيشاهدونا معرضات للعنف بكل اشكاله، يسمعوا هيك خبر طب انا خلص بدي اسكت على الضرب، ولا إني أموت حرق، ولا إني أموت ضرب، ولا إنه ينتقم مني. يعني هيك أخبار قديش بتورجينا إنه ما في حماية لما بعد الشكوى. يعني قانونيا إذا نحكي عنها، هل القانون من 2008 المفروض في قانون عن العنف ضد المرأة لكن مش مفعل بشكل؟ لا، في قانون 2010 هو 2008 وتفعل بال 2010 كان ورق على الحبر، لكن تفعل الآن. أنا عندي حالات الست يعني أحكي بصدق يعني بشفافية، عندي حالات أنا راجعتني تعرضت للعنف، لجأت لحماية الأسرة،
اتخذت إجراءات حازمة فيها، ومنهم قصص نجاح استضفتوها برؤية منهم. نعم. سيدة دخل يعني بعد ما توقف زوجها توقف إداري، لجأ للحاكم الإداري وكتب تعهد. إحنا العرب نتأدب في الناحية المادية. كتب تعهد مبلغ ضخم مادي أنه ما يتعرض إلها، وبالفعل بدل ما تفقد أولادها، أولادها الآن كملوا مسيرتهم جامعيين، وهي الآن كملت دراستها ورجعت الحياة والألفة بين هاي العائلة. يعني ممكن خطأ، بس أنا بحكي لك يمكن هاي الإجراءات اللي هذا، طبعا أنا بحكي أنه حماية الأسرة لازم أنه كانت تخذت إجراء آخر، أنه لأنه دائما لما بصير زي هيك أنه نبعد الضحايا عن بعض، يعني المعتدي والمعتدي عليه، حتى تهدى الأمور شوية. طب وأرجع أنه في إمكانية أن أرجعه أو لا. طب ليه قبلوا بتكفيله بهاي الحالة؟ هاي ما هنحكي إذا لسه المشكلة بحموتها الأقارن ليش يتدخلوا بهالسرعة؟ دانا اسمحي لي، إحنا مجتمع عشائري، خلينا نكون واقعيين. طبعا تتدخل العمليات أنه وجه فلان يعني خلينا نكون يعني حماية الأسرة يمكن تعرضت في يوم من الأيام أنه حماية الأسرة إذا تستمر هاي بدها معناته تكون سبب في طلاق سيدات كتير. حماية الأسرة لحماية الأسرة، بس الناس بياخذوها بأفكار تانية. يمكن هاي الحالة الوحيدة يمكن اللي تدخل فيها ناس معينين، يمكن هو والده لأنه إجا وقال له أنا اللي بتدخل، وأنه هذا فاعتبروا أنه راح يكون بحماية هذا الشيء. بس الغلط أنه ليش أنت تتحملي عندك، يعني الست هاي معرضة لعنف ضرب، لعنف نفسي، لعنف صحي، لأنها تصوري يعني عندها بيبي 9 أشهر حامل 7 أشهر، أطفالها كلهم وراء بعض، فهي متعرضة. ليش أنا من أول مرة بصير عندي عنف أني ألجأ الجهات المختصة، أو ألجأ يعني العائلة الممتدة اللي كانت عندنا اللي كان الحما والهذا، ممكن ألجأ له، ممكن ألجأ لوالدتي، ممكن ألجأ لناس هاد وبعدها أدخل فيها ناس. لكن إحنا ولما وصلت يعني لطاقة زي البالون انفجرت في الأخير، وكانت الضحية يعني إشي محزن خلال ثواني عائلة كاملة. طب يعني برأيك ست خلود كان من الأفضل أنه ما يتم تكفيله؟ طبعا إدارة حماية الأسرة مشكورة، يعني بتعمل جهود كتير يعني أكيد. ممتازة، وهي جهة رسمية من الأمن العام بالزبط. يعني عندها سلطة، وزي ما عرفت وفهمت من حضرتك أنه هو بيتم بكل يعني أخلاق بكل أسلوب حضاري، وفي هناك أخصائيين اجتماعيين أكيد. ونفسيين أكيد. ممكن تكون الثغرة اللي صارت أنه تكفيله بيوم المشكلة بنفس اليوم، والأهل رجعوا لورا بنفس اليوم والمشكلة حالة. هو لأن فهمت أنه والده اللي إجا تدخل، شو كان لازم يصير برأيك؟ وكان لازم يصير إذا ما هذا أنه يتوقف لفترة معينة، اللي تعرضت للعنف بده إعادة تأهيل، لأنه هاي الست هي وياه الشغلة الثانية الأطفال اللي شاهدوا هذا الحكي، يعني لما تشاهد أنه أمك تنضرب أو تعنف قدامك، كمان الطفل بيطلع في بيئة فيها كلها عنف، هذا الطفل رح يمارس العنف في المستقبل. نعم. فهون إعادة تأهيل العائلة كامل، لازم أنه الست هاي يكون في مكان آمن توضع، والرجال يكون في مكان آخر كمان إعادة هيكل له، حتى نستطيع نضمن. والعائلة الأطفال بكون إحنا يعني بالدول الغربية بقولوا العائلة البديلة. نعم. إحنا لا، لأنه من عند سته طبعاً. أو عند سته الثانية أو يعني يوضعوا الأطفال في أدمي حتى تصير إعادة تأهيل لهذا الحكي طبعاً. يعني مو بيوم يومين، يعني هلأ خلينا نكون واقعين، لما بتسمعي أنت كلمة بتنسيها بيوم أو يومين، فما بالك رجل شرقي، خلينا نكون واقعيين. وتوصل إنه الست يعني أول كلمة بقول لك وصلت المغافر تحكي عليه شو بدك فيها. الشغلة الثانية يعني خلينا نكون واقعيين، انت كست لما تسمعي كلمة هل تستطيعي بعد العنف النفسي والجسدي تستطيعي تمارسي حياتك الزوجية مع زوجك؟ ما أظن بده يكون اغتصاب الحياة الزوجية بعد ذلك. طب إذا بدي أحكي يعني. أنا عن ملجأ أو مكان بتلجأ إيوة. للنساء المعنفات هو دور إيواء المعنفات وهي بحد ذاتها أيضا مشكلة، لأنه إحنا معنا بالأردن غير دارين زي ما فهمت لإيواء المعنفات وهو لا يتسع أصلا للأعداد الكبيرة. هل هاي الدور تضمن فقط هاي الدور تضمن الحماية؟ يعني إذا هي ما راحت على الدار لإيواء المعنفات وروحت على بيتها أو على بيت أقاربها هي غير محمية؟ لا، هو فيه محمية زي ما حكيت لك، يعني بنلجأ مثلا إذا كانت لتبع لمحافظة أو لمتصرفية، الحاكم الإداري بتصرف ويجيب الولي الأمر وبكتب تعهد عليها الحكي. يعني إحنا ما بنلجأ لدير الإيواء إلا إذا كانت العائلة أهل الست لما ترجع لهم مثلا لا سمح الله مش موجودين أو ما بدهم إياها أو مش متقبلين الفكرة. وبنعرف أنه كثير من السيدات أنه بتلجأ لأهلها بتقول لها أمها ارجعي، لو بتموتي بتموت ببيت أهلك. فهون لا، في عنا إحنا الحاكم الإداري بتصرف بعد حماية الأسرة، لأنها زي ما تفضلت رنا هدول جهة رسمية بخاطبوه بكتب تعهد زي ما حكيت لك، خطي تعهد عليه، وبتكون جاهز بأي لحظة بتعرض لأي عنف تتصل فورا خلال ثواني، بيكونوا عارفين وين مكانها ومن هذا بتصرف الحماية. يعني إحنا الحمد لله في عنا زي ما حكيت لك مجتمعنا العائلة الممتدة. الغرب عندهم المكان الإيواء أكثر، لأنه بتعرف من سن 18 بنفصلوا عن بعض. طبعا. إحنا بتضل يعني هلأ أنا بنتي بسأل عن أولادها، عن أولاد أولادها، بتضلك
باتصال معاهم طبعا. عرفت اذا سمعتي صوتها متغير بتقولي ليش صوتك متغير في شيء عرفتي. فهاي يعني هاي بالعكس هاي شيء جميل في مجتمعنا. راح نشوف هلا نشاركك بالسؤال. سالنا احنا سؤال للناس اللي عم يحضرونا سالنا سؤال هل تعتقد انه المراه محميه بعد ما تشكي على الشخص اللي بيعنفها؟ كانت النسب لهلا كالتالي 24% قالوا نعم محمية و 76% قالوا هي غير محمية. هلا أنا بدي أسألك بدي لأنه ما ضلش وقت بدي تعليق سريع وبدي نصيحة منك. تعليق سريع على رأيك على هاي النسب وبدي نصيحة منك. لهلا نحن عم نحكي العنف بالأسرة بيبدأ بشيء بسيط يعني لا يمكن يكون في زواج سعيد ولا بيت آمن. بدي أسمع منك نصيحة للمقبلات على الزواج أو المتزوجات اللي بتعرضوا للعنف. بس أول شو رأيك بالنسبة؟ هاي بدل إنه ما في عندنا توعية كاملة للسيدة. هون بنقصنا التوعية. هون أنا بناشد بناشد إحنا كشمعين مؤسسات مجتمع مدني وسائل الإعلام الرجال الدين المؤسسات التعليمية إنه يكون في عندنا توعية في توصيل رسالتنا للست حتى تقدر توصل وبأي طريقة توصل. فإحنا هون مقصرين في توصيل وتوعية السيدة إنه هي محمية بتقولي محمية أكيد هي توعية أكيد محمية. ويمكن هاي النسبة بتعكس عدم شعور السيدات بالحماية بالضبط. ليش؟ لأنه ما في توعية. خلينا نكون واقعيين وبعدين خلينا نكون واقعيين التوعية إحنا عدد بدت من جديد بالأردن جديد ما كانت في يعني حماية الأسرة إلها بس بعد سنوات يعني ومشكورة على جهودها. هذا إحنا كنا نتدخل في أشياء معنية وأشياء لا. تفضلت في السؤال الثاني اللي هو إنه النصيحة. كان عندي مؤتمر في تركيا أنا عن العنف الإلكتروني وتطرقنا للعنف الإلكتروني والكل بيحكي لك شو العنف الإلكتروني. العنف الإلكتروني التكنولوجيا وجدت لسلاح ذو حدين. نستخدمها في عمليات نستخدم في الموسوعات النت بدك أبحاث بدك أشياء. لكن للأسف استخدمت من قبل جماعات الإرهابية وخاصة داعش بتجنيد الأطفال بصناعة القنابل بالأحزم الناس. وبنلاحظ كل يوم انفجارات عم تحصل في الأماكن معينة ما بتكون جاي من عصابات داعش ولكن تجنيدهم عبر وسائل الإعلام. وبنلاحظ للأسف أنه هون هذا العنف عن طريقه أدى للعنف الأسري. بنلاحظ أنه حتى العنف الآن يمارس على الزوجة في طرق مختلفة في طرق مختلفة. فهون أنا بناشد الكل أنه إحنا بنتابع التكنولوجيا بنتابع هذا الشيء بس أنه إحنا في عندنا نرجع لديننا لعاداتنا صحيحة. الزواج رباط مقدس بكل الشرائع السماوية. الزواج مش أني ألبس فستان أبيض أنه حفلات هذا لا. الزواج أنه بتصور في كل الأديان أنه بدك تحافظي عليه في مرضه صح ولا لا بصحة. وفي صحته في فقره في هذا. فالزواج رسالة أنت عندك أبناء بدك توصليها. الزواج مش أنه بأي لحظة أو أي مطب أنه أنا أحكي خلاص انتهت الحياة طبعاً. لا الحياة الأسرة إذا كان عندنا أسرة بلا عنف يكون عندنا مجتمع آمن أكيد وهذا هدفنا. شكرا لك ست خلود رئيسة جمعية نساء ضد العنف. أكيد رسالتنا أنه المرأة دائما طالب بحقها وهي قانونا وأيضا مجتمعيا إن شاء الله تكون محمية.